أهلا واضح وليد فواز. أغرب موقف حصل لي من معجبة ده مؤخرا في مسلسل صوت وصورة، لأن بلعب برضو شخصية الزوج الندل اللي بيبيع رضوى وكده يعني، فإنها ردت عليا ببصقة بصقت عليا، فابتسمت برضو هقول ايه الحمد لله. او اغرب موقف حصل لي مع معجب، ان المعجب ده مسك في خنائي بعد شخصية انا كنت قدمتها، مسك في خنائي اللي هو انت بني ادم، انت بني ادم بجد ما عندكش دم وما عندكش، وقعد يصفني بالفاظ وشتايم كتيره جدا، وانا قعدت اضحك اللي هو حضرتك انا بمثل، انا مش معتمد، لا انت معتمد، لا انا مش معتمد، تمام. فده كان من المواقف الغريبه. فكرتي عن السعاده هي فكره قد تكون للبعض فكره نسبيه، انا فكرتي عن السعاده ان انت بتسهم لناسك ولمجتمعك قد ايه، انت بتشعرهم بالايجابيه، بتشعرهم بان هم ليهم قيمه عندك ولا لا. فوق كل ده السعاده بالنسبه لي هي الله، الله بكل معانيه، الله هو الجمال، الله هو الحق، الله هو العدل. فلما تبقى انت روحك ليها علاقه بربنا الله الاعظم، ده بيحط في قلبك السكينة وبيحط السلام وبيحط السعادة. أكتر حاجة مجنونة عملتها في حياتي إنه أنا كنت في دولة برا مصر، وكان في عربية واقف فيها واحد اكتشفت فيما بعد إنه هو ديلر ممنوعات يعني، وكان شكله أصلاً صعب إن أنت تفكر تقف جنبه يعني. فهذا الشخص ركبت معاه العربية عشان يوصلني، لأن ما كنتش لاقي أي عربية أركبها توديني الفندق اللي أنا نازل فيه يعني. فدي حركة مجنونة جدا بصراحة، أنا نفسي حتى هذه اللحظة أنا مش عارف عملتها إزاي، بس الحمد لله أنا عايش وبتكلم معاكم دلوقتي. أسوأ كذبة بيضاء إنه أشوف حد فاشل في عمل شيء وانا اقول له انت جميل، ولا بجد شغل يعني you did a great job، ده في حد ذاته وانا كده بكذب كذبه بيضة، بس جبر الخواطر على الله. احسن ذكرى بحتفظ بيها هو لما كنت بروح البحر في الغردقة زمان في البحر الاحمر مع والدي الله يرحمه ووالدتي ربنا يديها طول عمره وصحة يعني، وكنت بعوم وانا صغير كده مع اخواتي يعني، لما كبروا دلوقتي وانا كبرت انا كمان. شكرا واضح.